عاوز بقى اقول لك على كهربا وسر من اسرار كهربا ونهايه كهربا وحلاوه روح كهربا. ماله بقى يا عم كهربا؟ بص بقى يا سيدي، القرار اللي طلع بتاع الفيفا امبارح يعني ايه؟ ناس بتقول ان دي مهله للسداد وناس عماله تهبد يمين وشمال. النهارده انا عرفت لك موضوع كهربا والقرار بتاع كهربا والقصة والحكاية والرواية. كهربا القرار اللي جاله امبارح من الفيفا كان قرار واضح ما فيهوش ادنى شك. ايه هو؟ انك يا كهربا في خلال 6 ايام مش انك تدفع، لا لا، المعلومة دي غير صحيحة، المعلومة دي غير صحيحة وانا بصححها لكم النهارده. مش انك تدفع في خلال 6 ايام، لا، انك تقول لنا ما دفعتش ليه، انك تقول لنا ما دفعتش ليه. يعني بعت لنا كفيفة قول لنا في خلال ال6 ايام دول ايه سر عدم السداد، واحنا هنجتمع يوم 3/8 عشان ناخد القرار. حلو حلو. فاذا لو انتوا شطار كده اكتبوا لي في التعليقات عشان عاوز اختبر جمهور الزمالك. يبقى كده المهله بتاعت كهربا لغايه امتى؟ الجواب بيقول له ال6 ايام دول مش انك تدفع، انك تبعت لي قول لي ما دفعتش ليه. واللجنه هتنعقد يوم 3/8 عشان تقول قرار جديد في هذه القضيه. يبقى كهربا قدامه لغايه امتى؟ انا مش هتكلم الا لما تردوا عليا. مش هتكلم. عايز اشوف جمهور نادي الزمالك. يبقى القرار كده لغايه امتى يا شباب؟ اكتبوا لي في التعليقات. مش اول. بالظبط. لا لا، على اليوتيوب هم مكتسحين، على اليوتيوب الفيسبوك نايمين. ها لغايه امتى؟ اكتبوا لي في التعليقات. لغايه 3/8. فكهربا قدامه اعتقد شهر الا حاجات بسيطه، و والعقوبه توقع عليه. طيب هل اللعيب ساكت؟ محاميين كهربا، ده من وجهه نظري، هم ناس محترمين على المستوى الشخصي، انا بقى بديك رايي. محاميين كهربا بيغرقوه، محامين كهربا بيدخلوه في 60,000 سلام. ليه؟ محامين كهربا عاوزين يبعتوا للمحكمة. طب أجل شهر، طب أجل شهرين، أصل الواد معوش فلوس، أصله لسه عامل كارد من اللي هو بتاع المشروعات الصغيرة، وأي كلام وأي مماطلة. المماطلة دي واخدينها من الأهلي، المماطلة دي واخدينها من الأهلي. الأهلي متكلم مع محامين كهربا، حاولوا تمطلوا على قد ما تقدروا، حاولوا تمطلوا على قد ما تقدروا. طب ما تدفع يا ابني وتخلص، هتتوقف مستقبلك هيضيع، ايه قضية كبيرة، ما تدفع وتخلص. هيفرق ايه دلوقتي من شهر؟ الدولار عمال بيزيد، او ممكن يزيد او ممكن ما يزيدش، الله اعلم. بس افرض زاد، افرض زاد، هتلبس في حيطة؟ طب افرض ما زادش، يبقى انت يعني شلت هدك من على دماغك وريحت نفسك. انما بجد بجد يعني حاجة هو هيغرقوه. واللي كهربا بيعمله ده انا مسميه حلاوة روح، اللي كهربا بيعمله ده انا مسميه حلاوة روح. طيب ده بالنسبة لي ابو الكهارب الهارب. الزمالك بيعمل شكوتين، وشكوتين ده اللي اعلن عنهم رئيس نادي الزمالك. ايه هما الشكوتين؟ ان المستشار مرتضى منصور اتكلم عليهم امبارح. الشكوى الاولى، الزمالك رسميا بيشتكي لاتحاد الكوره سيف جعفر ويوسف اسامه نبيه بسبب انقطاعهم عن التدريبات. يبقى دي اول شكوى، اللعيبه مش بتيجي النادي، مش بتتدرب، والزمالك عاوز يضمن حقوقه. فالزمالك مقدم شكوتين في الاثنين اللعيبه دول في اتحاد الكوره. الشكوى الثانية اللي الزمالك مقدمها من وجهة نظري الشخصية، وبرضو اكتبوا لي في التعليقات هل أنا صح ولا غلط، ولكن أنا هقول لكم الشكوى اللي الزمالك يعملها، ولازم أقول لك وجهة نظري أنا، ما يعني أنا ما أجيش أرمي لك المعلومة وأخد بعضي وأجري، لا. الشكوى الثانية اللي الزمالك بيعملها، الزمالك عنده فيوتشر يوم السبت القادم، ماتش صعب. لو الزمالك كسب فيوتشر الزمالك هيبقى المركز الثالث. امبارح المستشار مرتضى منصور قال ان لو كسبنا فيوتشر هنبعت شكوى للاتحاد الافريقي نقول له ان احنا مساواة بالاهلي العام الماضي عاوزين نشترك في دوري الابطال زي ما الاهلي اشترك السنة اللي فاتت في دوري الابطال.
فدي الشكوى التانية اللي الزمالك هيبعتها. هقول لكم رأيي وبعد كده عاوز انفجار في التعليقات، انفجار في التعليقات، يعني قولوا لي انت مع انهي رأي. ده رأي رئيس يعني الزمالك ورأي نادي الزمالك. رأيي الشخصي ان الشكوى دي مش هيتم قبولها في الفيفا. ليه؟ لان السنة اللي فاتت اتحاد الكورة لعب اللعبة مع الاهلي لعبها صايمة، لان بعد الدور الاول، والدور الاول كان الاهلي المركز الثاني، فكان اتحاد الكورة بعت ليه الاتحاد الافريقي قال له انا الدوري لسه ممتد عندي فترة طويلة، فبعد اذنك هديك لغاية الدور الاول بس، لان لسه الدوري شغال. ففي الدور الاول الزمالك كان اول والاهلي تاني، فبعت القايمة. انما السنة دي هل الزمالك دور اول كان تاني؟ لا، الزمالك كان التالت، مش عارف ولا الرابع. فالدور الاول ما اتغيرش عن دلوقتي. فانا من وجهة نظري الشكوى دي مش هيكون ليها اي يعني صدى في الاتحاد الافريقي، لان القصة كلها الدور الاول كان ايه. هي دي التركاية. هل انت مع رأيي ولا انت شايف ان ممكن الزمالك يعمل المفاجأة ويتم تبديل الادوار ويدخل دوري ابطال افريقيا بدلا من بيراميدز والقصة اللي احنا سمعناها امبارح؟ فبرضو عاوزك تقول لي ايه الحكاية وايه الرواية. تعالوا بقى نتكلم على حمدو الهوني. حمدو الهوني لعيب منتخب ليبيا، لاعب الترجي التونسي، من افضل الاجنحة اللي موجودة في القارة الافريقية. وقول لي بقى رأيك في الصفقة دي. هل دي صفقة من وجهة نظرك اذا تم، انا هقول لك الكواليس وهقول لك المعلومات وانت بقى تكتب لي رايك في التعليقات. حمدو الهوني عنده 29 سنه، هو حاليا مصاب في بطوله افريقيا، اتصاب، عنده 29 سنه، من افضل الاجنحه الشمال اللي موجودين داخل القاره الافريقيه. لعيب ليه اسمه، لعيب ليه وزنه، السنه اللي فاتت كان قريب جدا من الانضمام لنادي الزمالك ولكن ما حصلش نصيب. حمدو الهوني سمعت كلام قوي جدا ان اللاعب فسخ التعاقد بتاعه مع الترجي التونسي بالتراضي، قعدوا مع بعض على الترابيزه كده، انا عاوز امشي، طب ممكن المستحقات اللي ليا اتنازل عنها، مع السلامه مع السلامه، واخد بعضه واصبح لاعب حر، اصبح لاعب حر. من داخل نادي الزمالك انا ما عرفتش حاجه، ولكن عاوز اقول لك مصادر مقربة من اللعيب ذات نفسه، مصادر مقربة من اللعيب ذات نفسه، ان اللاعب عنده عروض من مصر. ده اللي قاله اللعيب. اللعيب عنده عروض من مصر، عنده اكتر من عرض. هل ممكن نشوف حمدو الهوني في الزمالك؟ طب هل ممكن نشوف حمدو الهوني في زد، في بيراميدز، في فيوتشر؟ ما هي دي الاندية اللي معاها فلوس ومعاها قوة شرائية ممكن تدفع. هنشوف حمدو الهوني عنده 29 سنة، هل ممكن الزمالك يخلص معاه ولا ممكن يعني يروح لأي نادي آخر يعني. طيب،